شكري الوعر، اسم يعيدك لحقبة زمنية تهاطلت فيها الألقاب على حديقة حسان بالخوجة. شكري الوعر هو وعر في تدخلات الرشيقة، وعر في نظرات المحطمة لهواة الشباك. من مواليد 15 أوت 1966، شكري الوعر ينحت التاريخ حافل بالألقاب، وفاء في المسيرة الرياضية لناديه الترجي الرياضي. في 9 أوت 1990، شكري الوعر يلتحق بالمنتخب الوطني. 97 لقاء دولي، الوعر يضيف فقرة في أرشيف الفيفا كأكثر حارس تونسي شارك مع المنتخب. كأس العالم 1998، مجلة فرانس فوتبول تختار الوعر كأفضل حارس في الدور الأول. تسعة بطولات مع الترجي، 3 كؤوس، 7 ألقاب قارية، 4 مشاركات في الكان، منها نهائي 96 في جنوب أفريقيا. دولياً، شكري الوعر يودع الشباك مع المنتخب في 27 مارس 2002 بعد مواجهة النرويج. في 20 أفريل 2002، أسد شباك الترجي والمنتخب، يفتح عارين الشباك ويقرر الاعتزال. تحية تكم الصحة، شكرا لكم. تحية من جماهير السياسية شكري الوعر، ارجع بك التاريخ شوية. شكري اليوم الفيتير هذية هدية بطبيعة الحال من أسرة فريق لك أنت. بارك الله فيكم. باش نحكي معك هشام، شكري يظهر لي قبل ما تعبك في مسيرته الرياضية. الحقيقة الحمد لله تقريبا في حدود 30 مباراة، ولكن العلاقة طيبة والحمد لله، سواء كان على الميدان ولا خارج الميدان. الحمد لله. احترام متبادل أكيد.